الأهم من شكلك وملامحك مظهرك، والأهم من مظهرك عقلك، والأهم من عقلك سلوكك، والأهم من سلوكك طبعاً أخلاقك، والأهم من كل دول هويتك. أنت مين؟ السؤال بقى النهاردة، يا ترى إيه أول رسالة من دول بتوصل للناس؟ مرحب في شغل عادي. تخيل كده اني اشتريت لك هدية غالية جدا، لكن قبل وقت التقديم حصل لي اي حاجة، انا حسيت كده ان انا مستخسرة ادفع فلوس تاني، خلاص وقفت معايا على ثمن العلبة، فقررت ان انا الف الهدية دي في ورق جرايد او في اي كيسة سمرة زي ما احنا بنسميها، واقول للشخص اللي اشتريت له الهدية دي اتفضل. هتعمل ايه؟ في الغالب يعني ده اللي احنا بنعمله اصلا في تقديم نفسنا للناس، بتبقى صدقني انت كويس، انت جميل زي ما احنا بنقول، وبتحاول وبتجتهد بتشتغل على نفسك كتير، لكن لما تيجي تقدم نفسك للناس عندنا طول الوقت مشكلة. هويتك اهم حاجة بتوصل للناس مننا، غالبا بتعتمد على اللفة الاخيرة دي، التغليفة في الاخر. ويا سلام بقى لو صورة او التغليفة دي متهندمة حلوة شكلها لذيذ، انت غالبا بتبقى سهلت على نفسك مهمه انك توصل هويتك. هويتك دي هي الهديه بالمناسبه. انت لو لفيتها لفه وحشه فالناس مش عارفاني، لو لفيتها لفه حلوه الناس هتعرفني على الاقل 10 مرات اسرع من ان انا ما اهتمتش بالحته دي. عشان كده وقبل ما نتكلم خلوني اسالكم سؤال، ايه رايكم في الجمله بتاعه الدنيا مظاهر اللي بنقولها مع عوجه خفيفه كده في البق؟ الدنيا مظاهر. الله، كل دي اراء. انا فرحانه. اتفضلي. انا مع ان الدنيا مظاهر، كتير قوي بنشوف ناس كده وهم داخلين علينا شكلهم حلو ولابسين كويس وبيتكلموا كويس، بس اول ما بنيجي نقرب منهم بنلاقي سلوك وطباع في شخصيتهم مش حلو. فنبدا نبص، لا ده اللي بره غير اللي جوه. حلو، يعني المظاهر خداعه. ايه كمان حد عنده راي تاني؟ ممكن توافق وممكن تعترض. يعني انا شايف كلمه المظاهر خداعه طبعا، يعني هي مش قد ان هي خداعه طبعا، احنا ما ينفعش ان احنا نهتم بالمظاهر على قد ما احنا نهتم بالجوهر. يعني مش كل حاجه ان انا باصص للمظهر، لا انا بهتم بالجوهر الشخص اللي قدامي. يعني طبعا المظاهر ممكن تخدعني، بس انا بالنسبه لي مش ببص على حته المظهر. يعني حتى انت راي تاني؟ انا شايفه ان كتير قوي بنقع في، يعني بنقرب من الناس على عشان شايف شكله كويس او شكلها كويس، بعد فتره اللي هو يعني انا كان كل تعلقي كان شكل لكن انا ما اهتمتش بالجوهر. واضح جدا جدا ان احنا في البرنامج اليومين دول قاصدين نهز الثوابت، ودي حاجه خطر جدا. بس احب اقول لكم الخبر الحلو او يمكن يكون الوحش، ان المظاهر مهمه جدا، وان احنا من كتر ما اتقالت لنا المظاهر خداعه، وهي فعلا خداعه. يعني طبعا لو حد مش حلو اساسا، شخصيته مش كويسة لكن مظهره كويس، بيخدعنا لفترة. لكن المشكلة بقى اللي حصلت لما قالوا لنا المظاهر خداعة، حصل لنا حالة كده من عدم الاهتمام بالمظهر، وده لو جيت تقول له ليه بتعمل في نفسك كده، دي بالمناسبة ملهاش دعوة بالغنى والفقر، وملهاش دعوة بالفلوس أو غياب الفلوس خالص. أنا ممكن يكون عندي حاجتين بلبسهم دايما نضاف ودايما مكويين ودايما شكلهم كويس، لكن هي ليها دعوة كده بالحالة العامة باللي حصلت بعدم الاهتمام بالمظهر. وتاني لما نقول المظهر مش بنقول خالص انه نبقى على اخر مود، بس فكره انك الهديه، مش كنا بنحكي على الهديه، ما تلفش الهديه اللي هي هويتك. انا مين؟ انا كل يوم الصبح انا بقدم نفسي للعالم، فعشان انا بقى بعد ما انا عملت مجهود كبير في شخصيتي وتعلمت وحاولت وعملت حاجات كتير الفها في كيسه سمراء. غالبا مظهرك هو اول رساله تواصل بينك وبين الناس. الجمل القديمة بقى اللي اتقالت لنا بتاعت ان الدنيا مظاهر او انه ناس بتخدعنا بمظاهرنا، وطبعا هيحط لك مثالين كده يقول لك ان في عظماء كانوا بيلبسوا هدوم رثة ومهلهلة، هنمشي كلنا غاندي؟ لا، في ناس عظيمة طبعا كانت بتلبس هدوم بسيطة،
بس تسويق النماذج دي بس خطر. طبعاً أنه في نماذج كثيرة جداً من الاجتهاد والإخلاص، لكن في حاجة وقاعدة أساسية في النجاح اسمها الارتداء للنجاح، Dress for success. بيقولوا كده أنك لو عايز بعد 5 سنين تبقى شخص، دولابك النهاردة لازم يبقى شبه الشخص اللي أنت عايز تكونه بعد 5 سنين. متخيلين كده؟ يعني أنا عايز بعد 5 سنين أبقى مدير مبيعات، فأنا هلبس شبه مدير المبيعات النهاردة بيلبس إيه؟ معرفش، كل شغلانة ليها طبعاً طريقة لبس وطريقة سلوك ومظهر يعني. ففي العادي إحنا بنرفض الفكرة دي وبنقول مش مهم المظاهر، أو بنهتم بالمظاهر بذوقنا. لكن في القواعد العامة للتواصل مع الناس في حاجات معروفة جداً. قبل ما نتكلم في التفاصيل العامة بتاعت إزاي مظهري هو العنوان بتاعي، وقبل طبعاً ما نبتدي نقول أصل الظروف الاقتصادية، أصل الفلوس قليلة، فغالباً أنا مش هعرف أصرف على مظهري كتير. تاني، اللبس كناجح أو ارتدي كالناجحين ملوش علاقة خالص بفلوس أكتر بتدفع، هو توجه. أنا شخصياً مش هنسى أبداً واحد من الشباب اللي جه عشان يعمل انترفيو، يا رب ما بقاش بيتفرج على الحلقة دلوقتي، جه يعمل انترفيو عشان يشتغل مراسل. كان لابس تحديدا كده جينز مقطع وخاتم عليه جمجمه واشارب اسود من بتوع الموتوسيكلات، وهو عايز يشتغل مراسل. انا مش قصدي اني اتريق، بس اللبس بيقول انا مين، او انا لازم اكون شبه اللي انا عايزه. ببساطه جدا لو رايح مقابله عمل النهارده، هدومك هتبقى شروطها بحسب كل الناس اللي بتعلمنا ازاي نتقبل ونبقى ناجحين. اولا نظيفه دايما. غالي موضوع النظافة ده؟ مكلف؟ أبداً لا، نظيفة مكوية دايماً، ودي حاجة تكلفتها بس شوية مجهود، لكن إحنا بنقول أصل معيش فلوس. ألوانها محايدة وغير مزعجة، ودي حاجة تخص الذوق العام. ليه بنقول أو بيقولولنا القاعدة دي؟ عشان ما أنا ممكن أكون أنا بحب الأخضر الفوسفوري، لكن اللي أنا رايحة أقابله في الشغل هينزعج قوي من شكلي ده. مهم جدا انه وانا رايح بتقدم لشغل يبقى هدومي مش مليانه صور ولوجوهات ولا مقطعه ولا مليانه شراشيب ولا جليتر بتاع البنات، بس مش عشان الحاجات دي وحشه، بس علشان لازم يكون مظهري قدر الامكان في المقابلات الاولى تحديدا محايد. بيقولوا كمان تخيل انه انت بتقدم برضو هويتك، شعرك لازم يكون باين عليه انه نظيف ومغسول ومهندم. بيقولوا إن الصندل المفتوح بتاع البنات جريمة في حق البشرية في مقابلات العمل الرسمي، وإنه مكانه بس الخروجة السواري الحلوة على العشاء. طبعاً الشباب أول حاجة البنات بنقول عليها كده لما بنشوف ولد لطيف وأمور بنغششوهم بقى، بنبص على إيه؟ بص على الجزمة. معرفش ليه في حالة كده من التقييم بيبتدي من كعب الجزمة كده. الجزمة لازم ما تبقاش مليانة تراب. البنات كمان في واحدة من الكوارث اللي بنعملها المانيكير المقشر، والضوافر الطويلة جدا بشكل مرعب، والرموش التقيلة جدا، والباروكة الجامدة جدا اللي ما تنفعش أبدا في الأماكن الصباحية للعمل. ليه كل الحاجات والتفاصيل دي انتوا بتخنقونا ليه؟ ليه الحاجات دي كلها اتحطت في تصنيف تقديم نفسي للشغل؟ لأنه النجاح حاجة مركبة من مجموعة كبيرة من العوامل، المظهر حتة منها، لكن بس سوء حظنا أن المظهر هو الحتة الأولى. ممكن يساعدك، المظهر بيساعد. القاعدة الأهم، البس زي ما أنت عايز تكون بكرة، مش زي ما أنت النهاردة. الدراسات بتقول أن 90% ممن أحسنوا تقديم نفسهم من خلال المظهر المناسب خدوا فرصة تانية علشان يقدموا الخطوة التانية، عقلهم وسلوكهم وهويتهم. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عادي. سنة 2011 في أمريكا، واحد من هواة جمع التحف والأنتيكات من سوق أدوات مستعملة اشترى ساعة ذهبية قديمة كانت على شكل بيضة مرصعة بالجواهر بسعر زهيد جداً، ولأنه معتقد تماماً إنها مش أصلية، صاحبنا حطها في البيت على إنها ديكور، لحد ما قرأ مقال في صحيفة تيليجراف البريطانية تحت عنوان
هل هذه البيضة على الرف لديك في المنزل؟ صديقنا الأمريكاني بعد ما قرأ المقال اكتشف من الصحيفة إن الساعة الذهبية اللي على شكل بيضة واللي فاكرها مش أصلية طلعت من صنع كارل فابيرجي واللي قدمها للقيصر الروسي ألكسندر الثالث سنة 1887 بمناسبة عيد الفصح، وكانت من بين 54 بيضة ذهبية تانية قدمها للعيلة الحاكمة، لكن تشاء الصدف إنها تقع في إيد صديقنا الأمريكاني، واللي بعد ما عرف قيمتها كلم شركة مملوكة لعدد من تجار التحف والأنتيكات وعرضها عليهم. وفي مزاد علني وبحسب تيليجراف صاحبنا باع الساعة $30 مليون. ساعة فابيرجي البيضوية المرصعة بالجواهر يمكن جزء من قيمتها فلوس، لكن قيمتها الحقيقية إنها رجعتنا لتاريخ وعرفتنا بأمم وحضارات. زي ما سمعنا كده، في حاجات أحياناً بنحبها ونقتنيها مش بس قيمتها المادية، بتبقى عزيزة علينا، تبقى حظنا حلو قوي لو كمان طلع ليها قيمة مادية. على كل حال الاقتناء ما هوش عيب، المهم يكون في حدود إمكانياتك. ودي الأسئلة اللي هنسألها لواحد من كبارات مهنة الصاغة في مصر.